ويا رب متى مو طالع امين متى لف شوي متى ايوه هنا ايوه بس ما مو لازم كرسي خلاص قاعد كف يا طيب سماعتك عن طيب في موجود حكم الحكم ثامر موجود بيسال سؤال للفريق انا ومتعب واسامه مع بسام اختاروا فريق وفي جلد المهزوم اللي هو يقول جواب خطا ينجلد صح ينجلد جلدتين مني انا ومن هذا مثلا او هم يجدون حاجة لا 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 واحد لا 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 دقيقة اي صح انا يعني حجر لا لا اصبر حجر ورقة مقص انا قصيتك لا ايه هو القصر هاي الورقة ما تقول بدلين هذا حديدة مو لا هذا ما تقول حديدة حديدة افلك فيها تفضل يا حكم يقولك ما المقصود يوم الفرقان الذي ذكر الله تعالى في القرآن عندك اربع خيارات غزوة احد غزوة بدر فتح مكة غزوة تبوك هذه خمس خيارات يا حكم ركزوا على بسام كم خيار شافوا شات علموني تكفى كم خيار ركز معي اذا ما جاوبنا طلع خطا تحول لهم سؤال ايش رايك بس كم خيار ركز على الشات حتى فتح ايش فتح مكه طويل العمر السلام يا جماعه وش هو يقول خلهم بجبينهم بين بعض يا تبوك يا مكه انت ابوك بعيد عن المدينه ومكه حتى تفسير ما مو يعني افتي لا تفسير مش شاتي مكة لأنهم طلعوا منها ورجعوا ممكن فرقان هي اسمها فرقان في فراق في فراق مكة أصلاً فتح مكة ترى خطب يجدوننا بيجدون ذكروا الأجوبة غزوة تبوك فتح مكة غزوة أحد غزوة بدر يا أخي شفيه من فتح مكة وتبوك فتح مكة فتح مكة جاهز فتح مكة حسنا رجال أخذ الجواب نهائي قطع لا يا الله طيب. أنت ولا تنجلد أنا كذا أنت من هنا أنجلد من هنا أصبر من هنا انزلت من هنا تنجلي شوي شوي خلي يتعدى شوي خلي هي حبيبي سترجل ركز معي جهل يموت نزل السؤال اللي بعده صح يقول لك الغاز الذي يشكل حوالي 75% من اجمالي كتلة الشمس هو هو هيدروجين الاكسجين اكسجين الهيدروجين يلا هديه وعطري خيارات نيتروجين واكسجين وكالسيوم هذا ما له دخل كالسيوم وهيدروجين ناظر يمين خويك نيتروجين دقيقه نيتروجين خويك هنا بس بس مركز معي نيتروجين يستخدمونه الصواريخ انا ابغى ادري الصواريخ كيف تنطلق بالانفجار الاكسجين هذا مستحيل انه يكون خارج طبقه الغلاف الجوي وش الثاني النيتروجين النيتروجين الاكسجين النيتروجين الكالسيوم 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 هذا حق الحليب العظام الجواب الاول اختار واحد النيتروجين خلاص بسم الله وش الجواب بالجد علمك النيتروجين اربع رجلك لا لا ما بيكنا والله أنا ما أرضى بيكنا خلاص هنا أبيكنا هنا طيب هنا بسم الله أنا مثبت عشان ما يطير أبي يطير أنا مثبت روح اجلس اللي بعد انت هات 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 نبي الجلد حامي قاتل تعال 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 ما تنسى أبل فلوس ما فلوس ممتاز بسماش ممتاز بسماش والله ايه بسماش ترى والله هذه اسمها اللادغه ايه والله اعطيتها جلدتي اقسم بالله اعطيتها واحده لا 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 يا حقود يا حقود انا اعلم ام القهر قهرني والله انه قهرني السؤال اللي بعده اذا الفريق قاعد يفكر ناقشون لزمت منكم شيء بتنجلدوا معلش الله اكبر عندي طيب السؤال انت فريق رايد أكبر دولة أفريقية من حيث المساحة هي الجزائر، بريطانيا، مصر. إيه. السودان. أيوة. من بريطانيا. جامبو. السودان. السودان معروف. السودان صح. أسألهم. يلا. سمعت صوت منكم تنجدوا معليش. لا يوترني بهذي. هذا يتحرك بس ما يتكلم. أهم شيء ما أسمع صوت. لا تشوف وين لا تشوف الشاشة.
طيب يقول لك الماء الذي يتجمد على نحو أسرع توضعه داخل الفريزر، الماء البارد، الماء المعتدل، الماء الساخن، كلها في وقت واحد. دخلت الفريزر. طيب دخلت الفريزر، مويه دخلت الفريزر، مويه حارة. أنا قالك ما بارد وما معتدل وما حار. والماء حار. في ما حار. ما بارد، ما معتدل، والماء حار، وكلها في وقت واحد. لا. سلامك. صدقني كل سلامك. الماء البارد. خلاص. أنت إذا جيت من المدرسة وحطيت البيبسي في الفريزر. والله عشان البيبسي هذه الله يجعلها مجنون. كلها في آن واحد. الماء الساخن. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مبارك فيك بسم الله. كيف ما ساخن يتجمد اسرع من البارد؟ وش راسل هذا يا اخي؟ المدرسه المدرسه ليش تثبت يدك يا اخي؟ عشان ما تطير، عشان ما تشيل، عشان ما تطير. كل شيء بلا عام. بسم الله. تسمعون؟ بسم الله. اطلع بعيد. لا لا دابت بيها. اقسم برب الجلال اذا ما جبت سؤال صعب يا الحكم يا عيال شوفوا يا ركز معي دقيقة. شوفوا متعب كيف يجد باليسار يا عيال. قهر قهر الجلدة تقهر والله. ارجع ارجع شو يرجع شوفوا ما تجي لنا. والله انها قوية، والله ثقيل قلبي تكفى مرة. والله انها قوية. يلا كريم بسم الله. لما تيجي من المدرسة تحط البيبسي في الثلج. يا اخي الحول كم يختار وش؟ جمع ما ذكر. من هو؟ من هو قائد المسلمين في معركة القادسية؟ عمرو بن العاص، خالد بن الوليد، سعد بن ابي وقاص، شرحبيل بن حسن. شرحبيل هذا لا لا شرحبيل لا ما اتوقع. خالد بن الوليد صغير يوم قائد المسلمين. القادسية احس انها مو بعيدة، قريبة المعركة. هل توقع خالد بن الوليد؟ من بعد ما يكتب لك من بعد. لا 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 والله لا ما نغش. شاد تكفو لا عادي. خالد بن الوليد، عمرو بن العاص، سعد بن ابي وقاص، الحبيب بن حسن. عمرو بن العاص، سعد بن ابي وقاص، هذول لهم صولات وجولات صدقني. خالد بن الوليد سيف الله المسلول ما فيها كلام، بس مستقبلا كان لازم تايم فوضى قوانين والبيبسي والثلج والحار يا الله والحار ومويه. لا 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 ليش يسولف؟ لازم تايم تنجلد لازم تايم. وين زنوبه مجد؟ يلا جواب شباب. يلا الدين عندك قوه، مش واحد الدين باذن الله مو طيب. قلبي قلبي يقول وش اسم الحرب الما هذه؟ القادسيه. القادسيه شوي مو قريبه، مو يعني ما احس انها قريبه. عمرو بن العاص. قلبي يقول عمرو. عمرو بن العاص. عمرو بن العاص. نعم خطأ. من هو؟ سعد بن ابي وقاص. يا ابو وقاص انا قايل لك انه صولات وجولات، بس انه يعني جدارك متعب. بسم الله عليك. بسم الله. الله يكون بعونك يا خوي. الله يكون بعونك. لازم لا لا قاعد اقعد لا حشا. والله ودي براسي حشا حشا. والله ما حشا. الله يطول عمرك. حشا 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 اسمك. الله يوفقك. الله يوفقك. اذا نزلت وش يا حكم؟ والله انك من تعب قلبك ابيض. قلبك موس. والله خلاص. والله قلبك موس. خلاص ودي حبيبك ارفع. بالسماء. بصراحة جاني شد والله، ترى دب ما يقدر يشيلها فترة طويلة يعني. حد شيل رقم رايد شمبر سلف رايد سلف حالها متعب عتيبي معك شخصية. حيوان يضرب به المثل في الخيانة فيقال أخون من ضبع ثعلب نمر ذيب. أنت بالقريبات وذياب. ثعلب ثعلب ثعلب. اخر جواب. اخر جواب. خطا يا سبك. يا سبك مستعلم مكه. هذا ضرب ظهري. اذيب ما يضرب. اذيب ما يخون. ذيب المال. اذيب ما عمره انضرب. هذا اسمه اسمه اذيب ما يخون. صح اصبر. لا لا دقيقه. هذا اخوي. وش هو؟ يلا يا اخي دقيقه. لا خلي يلا دقيقه. يلا انا بجي. اذيب ما يخون. يلا بسم الله. دقيقه. والله العظيم انك كذب الاسئله هذه يا رجال. كذب الاسئله وكاتبين غلط. اربع اسئله شباب. الجميع يسال كذا. انطرب انطرب تكفون انطرب. ليش ما تجلد جواب؟ يلا
والله بيك انت بيك انت لما اطفش منك ماكو بس ما... غليل يا غليل هذه هداه لك. الله يسعد قلبك. للجميع بسم الله اطربني اطرب اطرب مساء. كل واحد في البيت راح يوصل الصوت. ابغى كذا امدها ومسك. يا سلام برافو. لا صارت دقيقه دقيقه اي واحد في بيته راح يجي الصوت. مش واحد اي واحد يجي الصوت. ما اول دوله في العالم انتاج القطن؟ الصين، روسيا، استراليا، امريكا. انا دول مصر. حتى انا احسب اكثر مصر. عارف محلات الدروس حقتهم القطنيه؟ الاول مو الاكثر. الاول وش الاجوبه؟ اول دوله انتجت القطن. أيوه. امريكا سواريخ، امريكا استراليا، روسيا الصين. اوليا روسيا عندهم صواريخ شغل قتل عندهم قطن بزرانهم وامريكا نفس الشيء يعني بين الصين يا ولد اسمعون اي شيء او استراليا واضحه استراليا ما امريكا تفضل تصنع قطن وتوزع لنا استراليا ولا الصين قلت لك استراليين هطفه ما عندهم شيء ما في اي منتج شفته في الحياه يقدمونه الصين قطع استراليا استراليا امريكا هذا منت خمس سنين بامريكا ما تعرف ما عمرهم قدموا لي قطن وات الله النزل لأن صفقني مع عصبي الله كذي لا 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 هذه اسمها الملتهبة الملتهبة طابت خالجوين الرجل ليه خركم حجمي ليه خركم حجمي ترى حس جيجي صح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم رائد الشمري ربي شال الرحمة من عندي أنا ما عندي رحمة والله لا جلد وجلدة مستحيل يا امزح يا امزح ما اكثر صورة تكرر فيها اسم الرحمة صورة مريم صورة الرحمن صورة البقرة صورة آل عمران لا لا فيها خدعة والله اني اذكرها السؤال هذا فيه خدعة ايه صادق صدقني ايه الرحمن لا الرحمن علم القرآن لا ايه اوكي صورة الرحمن اتوقع خدعه مستحيل يجيب لنا سؤال ثاني زي كذا يا ابي رايد يجلدنا عارف ان حمار بطب على طول الرحمن لا بتشاور معك وش وش الرحمن الرحمن البقره مريم ايش كمان دي نفتس 90% البقره وخر البقره وخر 90% العمران لا لا دقيقه 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 مدينه نغير مدينه تكفى وش 90% ما ادري ما ادري رايد تضرب انا ما يضرب انا ادغدغ انا معروف اني ادغدغ ما بنبدل العمران غلط يس يا مان مريم شو تريد شوفوا 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 ولا ما تشوفون اخوان الله الله اكبر الله اكبر كم بقي على الرجعه ست ايام او سبعه اللهم لك الحمد يا زينه على قلبي وتوقع يا زينه على مسامعكم مش فيها يا الله يسلمك من هو بالعافيه متى خلاص اتعبهم نفسيا جلد كل شيء من اول من ركب الخيل قابيل بن ادم نوح عليه السلام سليمان بن داود اسماعيل عليه السلام تذكر بالخط سمعنا القصه اللي قتل الخيل عشان ايش عشان مشغلوه عن صلاه العصر هو نبي ولا انا موسوس سمعناها معكم القصه تكفى تكفى هو نبي هو اول من ركب الخيل ما تناظر مو هو نفس المطوع اسمه بن ادم نوح عليه السلام سليمان بن داود اسماعيل نوح بالسفينه ما اعتقد من يا هو ادم يا ولده ان الخيل يعني اختار متبي يا اخي قابيل بن ادم غلط من ادم خلق قبل الحيوانات اسماعيل عليه السلام اول من ركب الخيل نعم ايوه الله يرضى عليك الباندا تعال انت يا البعرصي يلا
هنا صوت في شيء صوت في شيء بسم الله. من اول من غدر ببسام؟ من رائد؟ رائد نعم. لا انا اتعب اتعب انا يا ويلي تلك فرصه انا اتعب هاي اتعب هذا ياخذ بريك. اعذركم شباب بيرجع بدم ولا بطيب. والله العظيم والله العظيم حادث حادث. انا دعيت على نفسي بالكسر ان يكسر يدي ربي اذا ما اعطيت كل املك من قوه. والله العظيم دعيت وكله مسمع. اعطي سؤال اعطهم مدري لي ولا لهم. من اول من توفت من بنات الرسول؟ السيده رقيه، السيده زينب، السيده ام كلثوم، السيده فاطمه. اول بنات الرسول عليه الصلاه والسلام اول من توفت انها ام كلثوم فاطمه زوجت الاخيره زينب. خير خير خذ سو بيرعك كذا شوف شات شوف غلط. يا ولك الحمد والله ايش يقولون صوت 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 شوفون شوفون وجهه شوفون هذا ما قصد اثبت الصوت عندي اب مش واحد اربع رجولك اربع رجولك بسرعه يلا رايد 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 انت I don't know.